اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد. اليوم راح نشوفوا مع بعض درس في اللغه الانجليزيه لتلاميذ السنه الاولى متوسط. راح نشوفوا كيف نتكلموا على الروتين اليومي، ماي ديلي روتين. كي نقول روتين اليومي يعني الحوايج اللي نديرهم بشكل يومي، يعني في اليوم تاعي عندنا اليوم هو داي. اوكي، داي، ماي داي، داي هو يوم، ماي داي يومي، اليوم تاعي كيفاه يكون اليوم تاعي، ولا نقولو ماي ديلي روتين، ماي ديلي روتين. اوكي، يعني روتيني اليومي، روتيني اليومي، ماي ديلي روتين، يعني واش ندير بشكل يومي. كل يوم واش نديرو؟ راح ننهض صباحا. اوكي، راح نشوفوا مع بعض هاد الجمل في نفس الوقت، راح نرتبوهم وفي نفس الوقت راح نتعرفوا على كيفاه نعبروا على الروتين اليومي ونقدروا نكتبوا الوضعيه الادماجيه بسهوله. راح تلقاو العديد من الفيديوهات على قناتي. شوفوا، راح نشوفوا هاد ترتيب هاد الجمل. عندنا الجمل هذه، ان ات get up 6 o'clock. دائما نقرا ساعة هذه الكلمات باه نعرف كيف نرتبهم. اول حاجه راح نبداو بها لانه روتيني انا، راح نبدا بالضمير اي. دائما في كل جمله راح نبدا اي. اوكي، نقول اي، نضرب هنا هذه اي، واش ندير ورا الاي؟ حيجيني الفيرب. اوكي، الفيرب هو get up. get up اللي هو get up هو انهض. اوكي، ينهض ولا get up، نقدر نقولو get up ولا wake up. نقولو اي اي get up، انا انهض، وراح نقول الساعة على قد. راح نقول at، هنا وش هو الوقت اللي عطاني؟ الزمن، الساعة، عطاني 6 o'clock، يعني السادسة تماما. اوكي، at 6 o'clock، 6 o'clock، انا انهض على الساعة السادسة تماما، السادسة تماما، اكيد راح تكون صباحا. نزيدو نشوفو هذه، انا اي half past have at 12 lunch. نديرو دايما نبداو اي. اوكي، ضمير اي، اي هاف، نقولو اي هاف، الهاف هو الفيرب، اي هاف lunch، هذا هو subject verb object، يعني عندنا كيما سوجي فيرب وكومبليمون. I have lunch، أنا أتناول الغداء at عند، يعني هنا نستعملوها في قبل وقت محدد. أوكي، at 12 past، at half past 12، راح نقول at half، يعني درت لكم الساعة، تعبير عن الساعة، راح تلقاو العديد من الفيديوهات في على القناة، تدخلوا القناة وتلقاو بزاف فيديوهات، تدخلوا قسم فيديو راح تلقاو كثير من الفيديوهات اللي تعاونكم في المراجعة للفرض والامتحان. شوفوا، I have lunch at half past 12. اوكي، half past 12، دائما نبداو بالدقائق ومن بعد نقولوا الساعة، يعني أنا أتناول الغداء على الساعة 12 ونصف. 7 I at have half past a shower. شو نقولوا؟ shower هو الدوش. نقول I have a shower، يعني أنا أستحم. at ديما نقول الساعة. اوكي، عند ماذا؟ half past 7. I have a shower at half past 7، انا اخذ دش عند السابعة ونصف. home I at go o'clock 3، تكون دائما I، verb هو go، I go at home، أذهب إلى المنزل، at عند 3 o'clock،
عندك تالي تاب، تمام. اوكلوك اوكلوك، اوكي. عندي 5 نمبر 5 at 9 half past I school go to. شو نقول؟ نقول I اكيد go to school، انا اذهب الى المدرسة. اها at عند ثاني الزمن هنا half past 9 half past 9 I go to school at half past 9 اذهب الى المدرسة عند التاسعة والنصف. I at play o'clock for football، هذه كيف نرتبها؟ قولوا I، لأنه أنا دائما المتكلم نتكلم عن الروتين تاعي. I play، أنا ألعب، هذا هو الفيرب. I play football، ألعب ماذا؟ ألعب football. Okay. I play football at 4 o'clock. أنا ألعب كرة القدم عند الساعة الرابعة. الرابعة تماما. Work I half past at 5. شو نقولوا؟ I work at half past 5. أنا أعمل. I work. لا نقدر نقولوا my father works، يعني أبي، ولا he works، هو يعمل. I work at half past 5. لاحظوا دائما يبداو بالضمير بعد الفعل، قولوا ومن بعد ذلك كان كاين اوبجيكت اللي هو مفعول به راح نحطوه، ونقولوا ات عند الزمن المحدد. اوكي نمبر 8 عندي half 7 at I breakfast past half. وش نقولوا؟ نقولوا I have breakfast at half past 7. عند السابعة والنصف. I have breakfast at half past 7. عند السابعة والنصف. I super at 7:30 o'clock. 7:30 o'clock. هنقولوا I. I have super at 7 o'clock. I have super at 7 o'clock. بهالطريقة دائما نعبر على الروتين اليومي تاعي على حساب الأعمال اللي نقوم بهم في الروتين تاعي. كل واحد والروتين تاعه. I go at 10 bed o'clock. اوكي شو هنقول؟ هنقول I go to bed at 10 o'clock. أنا go to bed at 10 o'clock. يعني أنا أذهب إلى النوم عند الساعة 10 تماما. هذا هو بهذا الشكل نقدر نعبر، لأنه الروتين اليومي تاعي راح نقول I، نستعمل I دائما نزيد الفيرب. إذا كان object يعني المفعول به نحطه، وبعدها نحط at ونحط زمن. زمن رانا نعرفه نقراو ساعة بسهولة. راح تلقاو فيديو شرح مفصل في على القناة. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.